السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة أنا هحكي على مشكلة إحدى السيدات عرضتها عليا وطلبت رأيي فيها. أنا هقول لك المشكلة وهقول لكم رأيي فيها، ولو ما عندكوش مانع هتكتبوا لي برضو آرائكم في الكومنتات إن شاء الله على الفيديو. المشكلة إن دي الست بتتعرض لها بشكل مستمر، يعني بتقول إن باستمرار حد من أصدقائها أو معارفها بيجي يقول لها فلان فلانة قالت عليكي كلام مش كويس، وقالت عليكي كلام وحش جدا، واحنا بنبلغك عشان احنا اصحابك واحنا بنحبك، وخلي بالك من فلانه دي باستمرار بتقول عليك كلام مش كويس، وقالت عليك كلام كتير، وذكرتك بسوء، وذكرت اهل بيتك وزوجك وكل اولادك والحاجات دي بشكل مش كويس خالص. فالست بتقول لي اعمل ايه؟ احيانا كتير اصحابي بيجوا يقولوا لي فلانه ذكرتك بسوء، فلانه قالت عليك كلام مش كويس. انا رد فعلي يكون ايه؟ تفتكروا رد فعلها يكون ايه؟ انا قلت لها في اشخاص صالحين قبلنا قالوا في هذا الامر كلام كتير. يعني سيدنا خالد بن الوليد البطل المقاتل سيف الله، واحد قال له ان فلانا شتمك، فرد عليه سيدنا خالد بن الوليد بكل هدوء قال له هذه صحيفته فليملأها بما شاء. ده كتابه يملأه بما شاء. شخص اخر قيل له ان فلان قال عليك كلام سيء وذكرك وسبك بسوء، رد الشخص بكل هدوء قال له إن كنت صدقت فأنت نمام، وإن كنت كذبت فأنت فاسق. يعني في الحالتين أنت يعني لست على صواب، إزاي تسمع كلامه وتنقله؟ واحد شخص آخر قيل له إن فلان بيسبك ويقول عليك كلام ليس جيد، يعني كلام مش كويس، كلام وحش، قال له فلان ده رماني بسهم، لكن أنت خدت السهم ده كده وغرسته في قلبي. كان دايما نجيب محفوظ يقول لأصحابه ما تقوليش فلان بيقول عليا كلام وحش، خلوني احب الناس وافتكر ان كل الناس بتحبني. سيدنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول فيما معناه لا تخبروني بسوء عن اصحابي فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. فدايما لما حد يقول لك فلان ذكرك بسوء او شتمك او قال عليك كلمه مش كويسه، بكل هدوء تقول له دي صحيفته يملأها بما يشاء. وبعدين دايما حتى في مثل بيقول ما شتمك الا اللي بلغك. فانت يعني لو حد شتمك او ذكرك بسوء مرحبا بحسنات لم اتعب في جمعها. طب والله كتر خيرك، انا ما كان حد بيقول لي فلان ذكرك بسوء او قال عليك كلام مش كويس ببقى سعيده جدا. ليه؟ لانه ارسل لي حسنات كتير انا ما تعبتش فيها. ده كتر خيره، يعني ارسل لي حسنات سوف تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلو كان حد ذكرك بسوء او عفوا يعني قال كلام مش كويس او شيء ليس جيد، لا تغضب، ما تتنرفزش، ما تزعلش، ما تقولش انا هروح لفلان ده وقولي لي مين اللي قالت لك وانا لازم يعني اروح اتخانق معاها وهجيبكم انتوا الاثنين واواجهكم، وتعمل هيصه وتعمل كلام اللي انت تقدر عليه. تجنب هذا الفلان او تجنب اساسا اللي وصل لك الكلام، لان غالبا اللي بيكون موصل الكلام ده لا يبغي حق ولا يبغي يعني إصلاح بين الناس. لو هو كان يبغي إصلاح بين الناس كان نهى الشخص ده عن الكلام، أو على الأقل يقول لك فلان يذكرك ذكر قال كذا وأنا رديت عليه قال كذا وقد تناقشنا واتكلمنا والحاجات دي كلها. إنها ما يجيش يقول لك أنا هقول لك على حاجة بس ما مش هقول لك مين الشخص اللي قال لك، ما ينفعش أقول لك. طب وبتقوله ليه أساسا؟ غالبا لما حد يقول أنا هقول لك على حد قال عليك كلام مش كويس بس مش هينفع أقول لك ده مين. فانا دايما برفض اقول له لا ما تقولش حاجه، ما تجيش تحرق دمي على الفاضي، انا يعني ليس لدي متسع من الوقت للسخافات دي. فانت نفس الحكايه، لو حد قال لك ذكرك فلان ذكرك بسوء قول له ايه؟ شكرا للحسنات اللي بعتها لي، بعت لي حسنات كويسين، انا الحمد لله هستفاد بالحسنات اللي هو بعتها لي، وهو هياخد من سيئاتي يوم القيامه. ما تدخلش نفسك في متاهات، ما تدخلش نفسك في نقاشات لا طائل منها. اهلا بالحسنات اللي جات لي من غير ما اتعب فيها، اهلا بالسيئات اللي اتخذت من عندي من غير الحمد لله اي مجهود مني. دايما سد اذانك عن اي شيء، سد اذانك وقلبك كمان عن اي شيء يغير المود بتاعك او يعكر سعادتك او يقلل من حماسك للدنيا. اي شخص يتم يعني يبلغوك ان هو قال عليك كلام، لا تقل سوى حسبي الله، لا تقل سوى مرحبا بحسنات لم اتعب فيها. على قدر الامكان حاول ألا تنقل شخص قاله لحد آخر، ما تقولش فلان قال لفلان وأنا لازم أقوله والحاجات دي كلها. إن شاء الله
يعني نبعد جميعا عن القيل والقال، وحتى دايما كل الأديان بتحثنا على عدم القيل والقال ونقل الكلام وما إلى ذلك. إن شاء الله نعيش دايما في سعادة، وتبتعد تماما عن كل ما يؤذيكم. شكرا جدا لمتابعتكم لآخر الفيديو. لو الفيديو حاز على إعجابك لايك لو سمحتوا، لو هتشترك يبقى حاجة جميلة جدا منكم، وشكرا جدا، وشكرا أيضا لكل اللي تابعوني لآخر الفيديو. هنتقابل إن شاء الله غدا في نفس الوقت تمام الساعة 8 زي ما بنتقابل كل يوم تمام الساعة 8. شكرا لكم جدا، دمتم في رعاية الله وأمنه.